السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كورس جديد إن شاء الله غنهضرو على الأهمية ديال لي كوموند ريزو، و علاش أصلا كنفكرو أننا نستعملو لي كوموند ريزو، والهدف ديال استعمال هاد لي كوموند ريزو. من بين أهمية ديال الاستعمالات ديال هاد لا كوموند ريزو، أول حاجة أنني كنتيستي لا كونيكتيفيتي ما بين دو ماشين ولا ما بين بلوزيوغ ماشين. أنني كنقوم بفعل ما يسمى بالدياغنوستيك، يعني كنشوف الخلل فين كاين، كيمكنوني باش يمكن لي نشوف الخلل فين كاين، وكيمكنوني اصلا نعرف مع مثلا مع من اين اجهزه كنتعامل معاهم في الريزو، وكاينين دي كوموند بحال هكا. مزيان، اول كوموند اللي غنتطرقوا لها ان شاء الله اللي هي لا كوموند بينك. ولاش كتصلح هاد لا كوموند بينك؟ خاصنا نعرفوا بان هاد لا كوموند بينك كتمكنني باش يمكن لي نتيستي لا كونيكتيفيتي اونتر دو ماشين. يعني من تنبينغ عليه، من تقول كتي بينغي، يعني انه كتبينغ عليه باش كتشوف واش انت كتواصل مع ذاك الجهاز ولا ما كتواصلش. نعم، في حالتين ما كنتيش كتواصل معاه يافيشي لك واحد الميساج يقول لك بانك راه ما يمكنش ليا نوصل لهذاك لا ديستيناسيون اللي عطيتيني اخويا. مزيان مزيان الفكره، وما فيها انه هاد لا كوموند بينك تستعمل واحد البروتوكول اللي سميتو الاي سي ام بي، بحيث ان هاد البروتوكول اي سي ام بي اللي هو واحد البروتوكول تاول هو الاصل اللي كنعتمدوا عليه. مزيان مزيان، غتقول لي كيفاش يمكننا نستعملوا هاد لا كوموند بينك. باش يمكن لك تستعمل هاد لا كوموند بينك، كاين انواع ديال الاستعمالات ديال لا كوموند بينك، ولكن كيبقى ديما الاساس انه كنديروا سي ام دي، موراها كتكتب بينك، وموراها هنايا كتجي الكتابه. هنا اللي غنفسروا ان شاء الله شنو غنديروا. اول حاجه غنهضر عليها، هي انه بينك كنديروا ادريس اي بي، يعني كندير ادريس اي بي ديال هذاك الهوت ولا داك الماشين اللي بغيت نشوف واش كنهضر معاه ولا ما كنهضرش معاه. مثلا باغ اكزومبل، مثلا ما بغيتش نطلع، يعني ما قدرتش نطلع على الانترنت، بغيت نعرف البروبليم فين كاينه. كندير 192 168 168 بوان واحد بوان واحد. شنو هي هادي؟ هادي هي الادريس اي بي ديال الروتور سون فيل اللي عندك في الدار. طبيعة الحال تقدر تختلف. مزيان، من كندير بينغ، شنو كيعطيني؟ تيعطيني بانني كنكومينيكي معاه مزيان. باش عرفتي انني كنكومينيكي معاه مزيان؟ صيفط ليه، شحال صيفط ليه اخويا؟ صيفط ليه 4 ديال لي باكي، ياك صيفط ليه 4 ديال لي باكي، شحال جاوبني؟ جاوبني ب4، ما ضاع حتى شي باكي من لي باكي. اذا هنا تنقول بانه البيرت، يعني ضياع ديال لي باكي، ما كاين حتى شي ضياع ديال لي باكي، والسرعه ديال التجاوب بيناتهم كانت سريعه. مزيان، اذا 2 ملي سكوند 3 ملي سكوند الى اخره. مزيان، دابا بديت كتفهم الفكره ديال البينغ ولاش كيصلح البينغ، يعني باش نتيستي لا كونيكتيفيتي ما بين ماشين وماشين. غتقول لي واش يمكن لي نبقى ديما نكتب لادريس اي بي؟ غنقول لك مثلا الا كنتي مثلا في دومين، يمكن لك تكتب لو نون دو دومين www.facebook، باش نوضحوا facebook.com. طبيعة الحال هذا www.facebook، هذا راه نو دو دومين، طبيعة الحال راه كاين سيرفر www هو سيرفر دي ان اس، موراه تابعو الكوم، والكوم لاصق فيه الفيسبوك، يعني كاين عالم عالم عالم. مزيان، اذا من كنبينغي على www.facebook.com، اذا هنا شنو درت؟ من بينغيت على هذا عطاني شنو غيعطيني؟ ليتس فواغ. اذا هنا عطاني لو نو دو سيرفر تنس ديالنا، ها هو شتي، ها هو لو نون دو دومين، يعني نون ديال السيرفر دي ان اس كامل، وعطاني لادريس اي بي ديالو. شتي لادريس اي بي ديال السيرفر دي ان اس. مزيان، بحيت انه غتقول ليها واش يمكن يمبينغي على هذيك لادريس، بينغي شكون اللي حبسك؟ 31 بوان. اذا كاين جوج ديال الطرق، سواء اني كنكتب السميه ديال الدومين، ولا سواء اني كنكتب لادريس اي بي ديالو. مزيان مزيان، 36 هي نفس الحاجة، غي بينغي عادي نفس الحاجة. كنشوفو شحال عدد الباكي اللي صيفط، شحال عدد ديال الباكي اللي صيفط، شحال عدد ديال الباكي اللي استقبلت. مزيان مزيان، كاين واحد لا كوموند خرا اللي غنهضر عليها دابا، اللي هي بينغ موان تي. بينغ موان تي هاد لا كوموند كتمكنني باش يمكن بينغي دين فاصون ديما، ما غنحبش من البينغ، غنبقى تنبينغي 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 حتى نطفي الماشين ديالي عاد باش يحبس. لا بينغ، مفهومة؟ إذا هادي علاش كتصلح لا كوموند بينغ موان تي.
كاينين دي زوطخ كوموند اللي هي طبيعة الحال اللي بديت تحبسها كدير كونترول سي وكتحبس. مزيان، كاين بينغ ديستيناسيون ان نومبر اونفوا لا كوموند بينغ فيغ ان ديستيناسيون ان ادريس اي بي او ان نو دو دومين بليزيوغ فوا لو نومبر دو فوا. اذا من الافضل ان هذا الشيء ما نتطرقوش ليه، يعني ماشي شي حاجه اللي مهم. هذا الشيء كاين بينغ موان اف ديستيناسيون سيت اوبسيون بيرمي دو نو با فراغمونتي لي باك، يعني ما تفراغمونتيهمش تصيفطهم مجموعين. و البينغ موان تيل باكي ديستيناسيون تاي دي باكي ديستيناسيون سيت اوبسيون انديك لا تاي دي باكي انفويي اون اوكتي، يعني شحال ني لا طاي شحال بغيتي تصيفط في لا طاي. يعني مثلا الا كان مثلا الترافيك ديالك ولا لا كابل ريزو ديالك ما تيسيبورتيش بزاف، يمكن لك تشوازي شحال العدد ديال لا طاي ديال البينغ. هذه الفكره ديالها. والبينغ موا اي ديغي دو في، طبيعة الحال شاك بينغ عنده واحد لا ديغي دو في، شاك بينغ عنده واحد لا ديغي دو في اللي هي كنسميوها تي تي ال تايم تو ليف. تايم تو ليف اللي هي مثلا شنو كنقصدوا بهاد لا ديغي دو في؟ لا ديغي دو في يعني غيفوت واحد الحد معين صافي هذاك الباكي ما يبقاش صالح للاستعمال. هذه الفكره ديال لا ديغي دو في. هي راه زيد بغيتي تفسر اكثر يمكن لك تفسر اكثر، ولكن هذه فكره بسيطه باش يمكننا نفهموها مزيان. يلا هذا كان هذا البينك، ان شاء الله غندوزو لا كوموند اخرى باش نفهموها مزيان.